إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، لقد من الله سبحانه وتعالى علينا بنعم كثيره وعطايا عظيمه، لو اردنا ان نعدها او نحصيها لما استطعنا الى ذلك سبيلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. ومن هذه النعم العظيمه ان الله يسر لعباده اللباس، وهدى الانسان الى ان يكتسي من الملابس ما يتزين به ويستر به عورته، وجعل ذلك من آياته الباهرة ونعمه الظاهرة. يقول جل ذكره: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم أنفسكم، وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ويقول سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. في هاتين الآيتين يمن سبحانه وتعالى علينا بنعمة اللباس، فإن من نعم الله العظيمة على الإنسان في هذه الحياة ما أوجد له وشرع له من اللباس الذي يتجمل به بين الناس، ويواري به جسده عن الحر، ويستكن به عن البرد، ويستر به سوءته عن الآخرين. ثم إن للباس تأثيراً بالغاً على الإنسان في حياته وشخصيته ومروءته وأخلاقه، بل له تعلق كبير وكبير بعبادته ونسكه لربه، وارتباط وثيق بوجود الجنس البشري في الأرض، والصراع بين الحق والباطل والفضيلة والرذيلة. ومن الفقه أن يتعلم المسلم المنطقة الخضرة والنقطة الضعيفة التي يمكن أن يؤخذ منها، والأمر الذي يتفق عليه العقلاء والعلماء أن من أخطر الجوانب التي يمكن أن يؤخذ منها الإنسان وتفتك بها المجتمعات هي المال والنساء. وما استطاع أحد أن ينال من أحد أو مجتمع إلا عن طريق هاتين النقطتين الضعيفتين، المال والنساء. وبما أن الله جل وعلا هو الذي خلق الإنسان، وهو الصانع، وهو الموجد، وهو الذي جبل الإنسان وأودع فيه هذه الشهوات، فهو الخبير بخلقه. قال الله: ولا ينبئك مثل خبير، أي هو الذي ينبئ خلقه بنقاط ضعفه والجوانب التي تهدم وتقوض مجتمعاتهم وكيانهم. وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة التي تهتم باللباس وبيان أنواعه وأشكاله وألوانه،
ما يباح من ذلك وما يحرم، ما يستحب وما يكره وما يفضل على غيره، وجاءت تبين آدابه وشروطه وأحكامه وغير ذلك من الأمور المتعلقة باللباس. لقد علم الله سبحانه وتعالى الإنسان الغزل والنسيج والخياطة وغيرها حتى ينسج لنفسه ما يلبس من أجل أن يغطي عورته التي يسوءه كشفها، ولا يرضى الإنسان العاقل بإظهارها. ولهذا قال الله: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، أي يغطي عوراتكم. وسميت العورة سوءة لأن الإنسان العاقل يسوءه كشفها وإظهارها. يقول ربي: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، نزلت في شأن عظيم، حيث كانت المرأة في الجاهلية تطوف بالبيت عريانا، وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة، يزعمون أن هذه الملابس التي لديهم قد عصوا فيها الله فلا ينبغي أن يطوفوا فيها. فأنزل الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فنعى الله أهل الجاهلية فعلهم هذا في آية أخرى كذلك، فقال: وإذا فعلوا فاحشة، أي تعروا، قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فرد عليهم القرآن: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقال الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وهذا أعظم دليل على غض البصر عن العورات. وقال الله: ويحفظ فروجهم، وقال للنساء: ويحفظن فروجهن. فهذه أدلة على وجوب ستر العورات عن النظر. فتأمل محاسن الشريعة ورعاية الله عز وجل لخلقه، كيف أنه أمر بغض البصر وأمر بستر العورة لكي يعالج الموضوع من جميع جوانبه. لو تأملت يا عبد الله لوجدت أن وراء كل جريمة كشف للعورات، دائما كشف العورة دعوة إلى الزنا ومدعاة للفاحشة. فمن صفات المؤمن ستر العورات ذكورا وإناثا، لأن العورة هي الخلل والسوءة. وسميت العورة سوءة لأن إبداءها أمر سيء يسوء الناس، يسوء المجتمعات، ويسوء الأفراد، يسوء كل ذي فطرة سليمة. والله عز وجل يقول: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. يقول الإمام الأصفهاني: العورة سوءة الإنسان، وهي كناية، وأصلها من العار. سميت عورة لأنه من العار أن تظهر أو تكشف. وحتى من أراد التزين فليتزين باللباس ولا يتزين بالتعري. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فسمى الله عز وجل الزينة لباسا ولم يجعل العليا زينة أبدا. فما لبث عدو الله إبليس يوسوس ويمكر ويكيد بآدم وزوجه وهما في الجنة، حتى انكشفت سوآتهما وانزاحت عنهما ثيابهما وبدت عوراتهما، كما قال ربنا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. حين خالف آدم وزوجه أمر ربهما في الجنة وأطاع إبليس في الأكل من الشجرة فأكل منها، عاقبهما ربهما بقوله: فبدت لهما سوآتهما. إن كشف العورات حيلة شيطانية وانتكاسة فطرية ومكيدة يهودية سوقت لها الحضيرة الغربية في أندية العراة وشركات الأزياء وبرامج الفضائيات والحملات الإشهارية والتسويقية. وظل عدو الله على هذا النهج مع ذرية آدم يسعى سعيا حديثا لكشف عوراتهم وهدك أسفارهم ونزع حيائهم. نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله واستمسكوا من دينه بالعروة الوثقى، وتدثروا بدثار الإسلام، وتحصنوا بحسن الإيمان. أيها المسلمون،
دين الله أولى عنايته بالتستر والحياء والحشمة، فأعطى التستر قيمة كبيرة، وجاء الوعد والوعيد في حق السر والتأكيد المبالغ فيه، فأثنى على من تحلى بالسر والحياء، وذكر أصحاب السر بالرشد والاستقامة، وذم التكشف وقلة الحياء. ألا وإن أشد ما اعتنى به هذا الدين في قضية الستر هو ستر العورات وتغطية السوءات، فأمر الإسلام بستر العورة عامة والغليظة خاصة عمن لا يجوز له أن ينظر إليها. يقول صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجك ومما ملكت يمينك. فأمر الإسلام بستر العورة في الصلاة وفي غير الصلاة، وكان سترها من شروط صحة الصلاة، فمن صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة. ونهى المرأة أن تبدو لغيرها من النساء وتظهر حتى لا تنقل الأخرى صفاتها لمن لا يحلون لها من الرجال. ونهى أن يسير الرجل عريانا. يقول صلى الله عليه وسلم للمسور بن مخرم رضي الله عنه: خذ عليك ثوبك ولا تمشي عراة. وقال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائب وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم. وقال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وزجر المرأة من أن تخلع ثيابها في غير بيتها من البيوت والأماكن العامة والحمامات وغير ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من امرأة تخلع ثيابها، أي بحيث تظهر عورتها في غير بيتها، إلا هتكت ما بينها وبين الله، أي الستر الذي جعله الله بينها وبينه. وهي مأمورة بجلباب الأدب والحياء، كما قال صلى الله عليه وسلم آمرا الرجال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. وزجر الإسلام من ستره الله فأصبح يكشف ستر الله الذي ستره به. يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملاً ثم يصبح قد ستره ربه، فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيصبح يكشف ستر الله عنه. ونهى الإسلام حتى عن النظر إلى عورة الميت، إذ لا يجوز لمن يغسله أن يرى منه شيئاً، لأن حرمته ميتاً كحرمته حياً. كل هذه عباد الله لخطورة انكشاف العورات وما يترتب عليه من فضح الإنسان نفسه وسقوط قناع الحياء، وأن يقع في الحرج والإساءة إليه، وما يترتب على كشف العورات من خطورة وأثار سلبية على المجتمعات. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم حين يصبح وحين يمسك أنه كان يقول من بين الدعاء: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. وتوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تتبع عورات المسلمين بطريقة أو بأخرى ليكشفها أو يتسبب في كشفها لأي غرض من الأغراض، فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. ونادى المسلمين إلى التستر ودعاهم إلى الستر على بعضهم البعض وبشرهم، فقال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وقال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، أين حرص الإسلام هذا على ستر العورات من أهل هذا الزمان اليوم الذي كشفت فيه العورات وبدت فيه السوءات وأعلن عنها وصرح بها؟ كم في الدنيا من خبيث يعمل ليلا نهار من أجل أن يفسد مجتمعات المسلمين بكشف العورة ونشر العري. هذا عباد الله مما يفعلونه من الحيل والمكر من نشر الفساد وهدم القيم في المجتمعات. ستر العورة هي أصالة إنسانية وفطرة جبل عليها البشر قبل الإسلام، وعندما بعث حاطب بن أبي بلتعة كتابا مع امرأة إلى قريش يخبرهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاف، فإن بها ضعينة، أي امرأة معها كتاب، فخذوا منها. فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة. يقول علي: قلنا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب.
فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة كافرة، لما وصل الأمر إلى كشف عوراتها أقرت بالكتاب، ونساؤنا اليوم يتكشفن من دون مقابل، والله المستعان. انظروا عباد الله إلى نسائنا ورجالنا، إلى رجالنا كيف تخلفوا وأظهروا أفخاذهم أمام أخواتهم وأمهاتهم وبناتهم وفي الشوارع والمقاهي والأماكن العمومية. هذا أمر لا يدل على دين ولا على خلق ولا على رجولة ولا على إنسانية. إن أمة يتعرى نساؤها ورجالها ويتفشى في الرجال لبس السلاسل والحلي المحرمة ولبس الذهب، وأمة يموت شبابها تدافعا لسماع غناء ساقط، هذه أمة تحتاج إلى نهضة تربوية وإصلاحات إيمانية لنبني قاعدة شعبية مبنية أساسها الإيمان والضمير الحي والوعي والحياء والمروءة والرجولة وسائر الخصال الطيبة والصفات الحميدة. وإلا فإننا نخشى أنه يتربى فينا جيل سيكون هو من سيسلم مفاتيح الحصون الأخيرة لأعداء الإسلام. نسأل الله الهداية والرشد والسداد، ونسأل الله أن يغفر لنا ولموتانا وأن يتجاوز عن خطايانا وأن يشفي مرضانا وأن يوحد صفوفنا وأن يولي علينا خيارنا وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.